قول حبيبي قول. طالعين طيبين، قاليتيون بزيت نبات يا حبيبتي، ما هيك؟ امك اللي قاليته. قاليتيون بزيت نباتي؟ ايه، نحن اخترنا اسم لمسال. ما بيصير ينحكى على الصفرة حبيبي، يلا كمل اكلك. بينحكى ثانية خانم، مو مشكلة. مع الأسف بهالدنيا في كتير اشياء وامور عادية بس متعارف عليهم انهم غلط. برأيي هي وحدة منهم، عادي ينحكى على الصفرة، ما في شيء اذا الناس تسلت. بس المهم بالموضوع انه نزين الحكي قبل ما نقوله، يعني قصدي الحكي بالامور البشعة وبالمرض وبالموت ما بينحكى فيهم، خاصة على السفرة. في مواضيع حلوة ممكن نحكي فيها، اما مواضيع الموت وغيره مو محبوبة. هات لشوف اللي يا بطل، اللقب تبع ما سأل شو هو؟ سميناها غيمة المطر ام عيون زرق، مو بتضل عم تبكي. أيوة مشان هيك. برافو عليك، برافو عليك يا بطل. بصراحة لقب كتير حلو ومناسب. ايه طاهر، هات احكي لنا شو شعور انه تكون اب؟ انت قصدك تقول انه تكون اب لطفلين، ما هيك اخي؟ استغفر الله العظيم. طبعا اخي، انا هذا اللي بدي اقوله اصلا، يعني كيف انا هلا اب لولدين؟ عندي بلم الكبيرة ومحمد الصغير. طبعا انت مثلي هيك كمان، ترقعت تقبرني، ترقعت ومشي الحالة. لك انت ليش غيور كل هالقد؟ ليش دائما بتغار مني؟ خير ان شاء الله، مين الغيران منك؟ ما في هيك شيء. قال ما في هيك شيء. برأيي فيه ما في نفس. يعني انا كان قصدي هلا باللي قلته، انا مو ابوها لبلم وابوها لمحمد. انت غرت مني وضليت مصر انه تجيب بنت مثلي. بدك تجيب بنت وصبي مثلي، ضليت تنق 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 وبالاخر جبتوها. نشكر الله ترقعت. ها ايه، بنت وصبي، والله ولا احلى من هيك. علي كمل اكلك يلا. يمكن هيك كتير منيح، بنت وصبي. بس اذا انت بدك اعملهم صبيين وبنت، او اعملهم بنتين وصبي، ليش لا؟ ها عمي معه حق يا جماعة، حلوين ثلاثة. في مثل على هالقصة، قالوا صال بكير أحسن ما توصل. المثل أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل. يلا كمل أكل مراد. يا الله شو صاير معك؟ شو بكتفك؟ خير وقعنا عليه شي؟ سفقتوا عصاية بالغلط. كيف عصاية بالغلط؟ مو مهم أمي، اسمعي مراد، التابر فيها قديمة كتير وشكله غرقان فيها كمان. آخ لو تشوفيهم مع بعض ما في يستغني عنها، بيضلوا عم يتمشوروا، وغير هيك بيلتقوا مرة كل أسبوع بالمينا وما بيهنالون عيش إلا مع بعض. معك مراد؟ مزبوط كلامك، هيك تماما. الله يسامحك أخي، شوي مراد حاف، مو حلوة بحقه. القبطان مراد هيك بتقول؟ طبعا قبطان، الله يعدمني إياك. لك قلت عنك شغيل مرة بهالعمر، ليش كل هالحقد هاد؟ الحق معك، كنت عملني حويس كمان. لك شو عم يحكوا هدول؟ ما عم أفهم. عادي سنية خانم، التوأم هيك دائما بصير في بيناته الرابط خاص. ها يا جماعة، توأم عن جد أحسن شي، جيب توأم وأريح. توأم صبيان وبنت، أو توأم بنات وبعضهم صبي، والله ثلاثة ممتاز، حبيت الفكرة. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.